مرحبا، يعطيك العافية. أنا بدي أحكي بس كلمتين عن السكر ووجوده في الجسم. في ناس كثيرين بيحكوا على يوتيوب، على منصات، بيدعوا إنهم علماء، بيقولوا إنه إذا قطعنا السكر عن الخلايا السرطانية إنه الخلايا بتموت. طب هلا نحن نناقش منطقيا، نحن نعرف بالفيزيولوجيا إنه إذا السكر الدم عند الإنسان نزل تحت الـ 40 ملي جرام بال 100 ملي لتر رح الإنسان يصاب بإغماء، بسموه إغماء نقص سكر الدم أو هيبوغليسيميا، هيبوغليكيميا. طيب معناتها السكر موجود. طيب السكر موجود بكل الحالات ولو كان الإنسان صام، والسكر موجود خلايا. إذا أنت قطعت السكر ولو صمت عن السكر ولو عملت حمية كيتونية رح يضل السكر موجود في الدم، وبالتالي الخلايا السرطانية شلون رح تموت؟ السكر موجود ولو قطعته، ولو ضليت صايم، ولو غيرت كل الحمية، السكر موجود في الدم، لأن الجسم هو بيصنعه، هو بيصنعه داخليا، لما الجسم بيحتاجه هو بيصنعه داخليا. بالتالي هون نظرية إنه الخلايا السرطانية بتموت إذا منعنا المريض عن تناول السكر هي نظرية باطلة منطقيا. ومعافية إن شاء الله يا رب. دكتور محمد حزوني.